طيب نبدأ بقى بإذن الله نحل مع بعض امتحان السنة اللي فاتت 2022. طبعا دي أول مرة أعملها اللي أنا أحل الامتحان في زوم مع تيم. السنة اللي فاتت حتى والسنة اللي قبلها واللي قبلها لما حليت امتحانات كنت بحل لوحدي، يعني أنا حليت 3 امتحانات تقريبا. كنت بحل لوحدي ماشي، لامتحان داتا ستراكشر وامتحانين بيزكس 1 علشان بس ايه الصوت وكده. بس انا قلت نحل مع بعض بحيث حتى ممكن واحد منكم يسأل سؤال، السؤال ده غيره استفاد بيه، فتبقى حاجة كويسة، هتبقى فكرة كويسة يعني. طبعا هنا الامتحان اللي قدامي ده فيه اجابات كتير يعني محلول ما شاء الله عليه، بس زي ما احنا قلنا احنا مش بنعتمد اجابات، تمام؟ واحنا هنحل خالص من اول خالص اكننا مش شايفين الاجابات دي خالص، تمام؟ نجيب كده القلم ونبدا ايه نعلم واحده واحده لما نحل يعني. طيب اول سؤال هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا كاركتر داتا تايب. الكاركتر الداتا تايب بتاعتنا احنا عارفين ان المساحه بتاعتها 1 بايت وبتستخدم عشان تخزن الحروف اللاتينيه اللي هي حروف الانجليزيه، تمام؟ فهنا قال لك خلي بالكم انا هحله وهراجع، يعني السؤال اللي هحله قبل ما احله هراجع عليه، حلو؟ فانا قال لك الداتا تايب اللي هي اسمها كاركتر دي مساحتها 1 بايت، ايوه تستخدم عشان اخزن فيها الاسكي كود، ايوه تمام. فالاجابه هنا بترو، تمام الاجابه تكون بترو. وزي ما احنا قلنا برضو في لغات تانية انا الكاركتر عندي مساحتها 2 بايت وبتستخدم في اليونيكود، فهنا خلي بالك من السؤال ده عشان بتلعب فيه. لو قال لك هنا يونيكود وهنا 1 بايت هتبقى الاجابه مش ترو، هتبقى فولس، حلو؟ لو قال لك هنا يونيكود بدل اسكي كود، يعني ايه الفرق بين اليونيكود والاسكي كود؟ الاسكي كود بيخزن الحروف الانجليزيه فقط، انما اليونيكود بيخزن كل حروف العالم. فاليونيكود مساحته 2 بايت انما الاسكي كود مساحته 1 بايت. فانت لما يجيك سؤال زي ده بتبص على السايز وبتبص على الحاجه، تمام؟ طيب لازم نقفل المايكات عشان ده الفيديو ده زي ما احنا عارفين هينزل ايه على الشانل بتاعتنا. لما اسال ممكن تبقى تفتح المايكات وتجاوب معايا. هنا السؤال الثاني بيقول لك you can print the result returned from a void function. احنا دلوقتي لما بنعرف function ك void ينفع اعمل لها return؟ لا ما ينفعش، فانا الاجابه تبقى false، تمام؟ ما ينفعش اعمل function return. لو كانت return type بتاعها void ما ينفعش اعمل ليها return، يعني ما ينفعش احط في الفانكشن return اللي هي دي، تمام؟ الفانكشن اللي void ما ينفعش احط فيها الكيوردز دي، زي ما احنا لسه شارحين اصلا السيشن اللي فات الفانكشن بتاعتنا. هنا قال لي ذا مين فانكشن كان ريتيرن ان. طيب بص يا شباب، المين فانكشن دي الريتيرن تايب بتاعها يا اما فويد يا اما انتجر، ما ينفعش هنا احط الريتيرن تايب دبل مثلا، ما ينفعش. طب نجرب نعمل رن كده، بص هيظهر لك ريسيت ايرور، هيقول لك ايه؟ بص يقول لك هنا ايه، ماست ريتيرن انتجر، لازم المين فانكشن تكون انتجر. وفي بعض الاي دي اي اللي هي زي كود بروكسي كده، يعني في اي دي اي تاني زي فيجوال ستوديو ممكن تخليها فويد الفانكشن، بس ما ينفعش غير كده. فهي وهنا بقى حدد لك بيقول لك اني تايب، لا مش اني تايب، فبالتالي هنا هتبقى فولس مش ترو، ماشي؟ فدي اول غلطه كانت عند الراجل يعني. هنا بعد كده السؤال الرابع قال لك سي بلس بلس، سي بلس بلس از لو ليفل. لا سي بلس بلس مش لو ليفل، سي بلس بلس هاي ليفل. احنا عندنا اللغات بتنقسم لثلاث اقسام، الهاي واللو والماشين. الهاي زي السي بلس بلس والجافا واللغات دي واحنا شرحناها في اول سيشن تقريبا، واللو زي لغه الاسمبلي. فهنا لما يقول لك السي بلس بلس لو ليفل، لا فالاجابه تبقى فولس قبل ما تكمل السؤال. 4 فولس. اكتب بقلم مثلا احمر عشان الخط يكون واضح شويه، اكبر السايز، تمام تمام كده. يس هتبن. طيب هنا قال لي when a program is loaded into memory. لما احنا البرنامج بتاعنا اللي هو السورس كود بتاعنا اللي هو الكود ده، يعني احنا بنوديه الميموري، يعني بيبدا يتعمل له ران، بيتحول اسمه من بروجرام لبروسيس. ايوه الكلام ده صح. لما احنا البرنامج بتاعنا بنوديه الرام اسمه بيبقى بروسيس، تمام؟ البرنامج بيبقى اسمه ايه؟ بروسيس. فالاجابه هنا تبقى بترو، ماشي. هنا الاستراكت از يوزد تو جروب. الاستراكت ده الاستراكت احنا لسه مش شرحناه، السنه اللي فاتت كنت شرحت ليهم عشان الدكتور كان شرحه لهم، بس احنا دكتور عمرو هنا السنه دي مش شرح لكم الاستراكت. هو موجود في رود ماب بس لسه ما اتشرحش.
هنا بيقول لي is used to group element، هو بيستخدم او هو عباره عن جروب من العناصر داخل واحده واحده. ايوه يعني الاستراكت ده زي الكلاس بالظبط كده، او زي الاريه عامه، في مجموعه من الاليمنتس داخل واحده، الواحده دي اسمها استراكت، فهنا هتبقى بترو. ولما نشرحها برضه هيوضح السؤال ده اكتر. هنا قال لي ذا اليمنت اوف استراكت، العناصر بقى اللي جوه الاستراكت دي لازم تكون ليها نفس التايب؟ لا مش شرط، ممكن تكون من نفس التايب او ممكن تكون مختلفه، فمش شرط، فالاجابه هنا هتبقى فولس. تمام. رقم 7. رقم 8 قال لي ذا اليمنتس اوف اري، العناصر اللي انا بخزنها في الاري كان هاف ديفرنت تايب، ممكن تكون ليها داتا مختلفه. يلا جاوب انت بقى، اجاوب انا شويه انت شويه. ها ماشي فولس، لازم تكون من نفس التايب. تمام. طيب جاوب بقى رقم 9، بيقول لي ذا مين ميثود از ذا انتري بوينت، المين ميثود ديت نقطة بداية البرنامج اللي من خلالها انا بقدر استدعي الفانكشنز المختلفة. دي ترو ولا فولس؟ المين فانكشن هي الانتري بوينت. ايوه زي ما احنا شرحنا قبل كده، قلت لكم ان الفانكشن الكومبايلر بيبدأ ينفذ الكود بتاعنا من اول المين، فالمين فانكشن هي الانتري بوينت، هي بداية البرنامج بتاعنا، فخلي بالكم من الكلمه دي اللي هي الانتري بوينت. المين فانكشن هي الانتري بوينت. السنه اللي فاتت جت او اللي قبل اللي فاتت يعني السؤال ده جه، بس كانت شوز، قال لي المين فانكشن هي ايه سبيس كده، وقال لك هي الانتري بوينت، فالاجابه هنا تبقى بترو. ممكن السؤال ده يجي لك على هيئه شوز. تمام. طيب هنا قال الاكسبريشن ده، الاكسبريشن اللي هو اكس اكبر من يساوي زيرو اور اكس اقل من زيرو، دايما بيديني ترو، يعني الاكسبريشن ده دايما اي قيمه ليه احطها يديني ترو. طيب لا فولس. طيب تعال بقى نجرب، نحط مثلا رقم موجب ورقم سالب ورقم زيرو. احنا هنا لو حطينا زيرو، زيرو اكبر من يساوي زيرو، ايوه بترو، هنا قال لي اور، فلازم كونديشن واحد يكون متحقق، ايوه بترو. طب نحط رقم موجب مثلا 50، 50 اكبر من يساوي زيرو، ايوه بترو. طب نحط رقم سالب، سالب 5 اكبر من او يساوي زيرو، لا بفولز. طب سالب 5 اقل من زيرو، ايوه بترو، فالاجابه هنا بترو، ايوه بترو. انت قلت فولز عشان انت سمعت الفيديو بتاع السنه اللي فاتت اللي انا حليته، هنا كانت اند مش اور. هناك لا، هو ما كانش فيه يساوي، ايه؟ ما كانش فيه يساوي، او ممكن كانت برضه ما كانش فيه يساوي، الاسئله بتتغير نفس الشكل بس بيغير شويه حاجات، فهنا ترو مش فولز. تمام. ف لما تشوف السؤال ما تقولوش اه ده هو نفس السؤال تعال نختار على طول، لا استهدوا بالله. الدكتور عمرو بيعرف يلعب جدا في حته سرعه البديهه دي، لو واحد مثلا متسرع لا تعالى لي بقى، هو بيحط نفس السؤال بنفس كل حاجه بس بيغير حاجه واحده بس، زي ما مصطفى قال كده، هناك ما كانش فيه يساوي، ممكن يكون في اند مش اور، فنفس السؤال نفس كل حاجه بس هنا بيلعب ايه في الكونديشن نفسه، فهنا بترو اه بترو. طيب السؤال رقم 11 هنا قال لي all case sections of the switch، كل حالات السكشن او كل حالات الكيزز اللي في السويتش must end with break، يعني كل الكيزز اللي في السويتش لازم يكون فيها بريك. ها لا ايوه لا فولس، انا ممكن احط بريك ممكن ما احطش براحتي، زي ما احنا شرحنا وعرفنا السويتش بتمشي ازاي. طيب هنا قال لي ديفولت سيكشن، برضه انا قلت الكلام ده قبل كده، اوف ذا سويتش ستيتمنت ماست كام افتر اول سويتش كيزز، الديفولت لازم تيجي في الاخر خالص بعد كل حته سويت، لا ممكن تيجي في النص مثلا. ممكن تيجي في اي مكان، فبرضه هنا فولس، بس لو جت في الاول او في النص لازم احط لها، مش لازم بس انا بحط لها بريك علشان ايه ما ينفذش اللي بعد كده، انما لو الديفولت جت في الاخر ممكن احط بريك ممكن ما احطش، كده كده مش هتفرق، انما لو جت في الاول او في النص لو انت ما حطيتش بريك هتفرق عن لو انت حطيت بريك. ماشي يا شباب، احنا برضه شرحنا الكلام ده كله لما جينا نشرح ايه السويتش. انا براجع عشان الناس اللي مذاكره المعلومه تكون تثبت ليها بنسبه حتى فوق 90%. تمام. طيب هنا قال لي السي بلس بلس اس كيس سنسيتيف، يعني ايه كيس سنسيتيف؟ يعني الحرف الكابيتال، او انا لو انا عرفت فاريبل اكس مثلا كابيتال غير لما انا اعرف فاريبل اكس سمول. اه صح، فالسي بلس بلس بتتعامل بالشفرات، فشفره الحرف الكابيتال غير شفره الحرف السمول، فلما يقول لك كيس سنسيتيف معناها ايه؟ معناها ان شفره الحروف مختلفه فيها، فهنا الاجابه تبقى بترو.
تمام. فالسي بلس بلس والجافا ولغات الهاي ليفل كيس سنسيتيف معظمها كيس سنسيتيف. يعني كيس سنسيتيف يعني بتتعامل بالشفرات، يعني شفت الحرف الكابيتال غير شفت الحرف نفسه بس سمول. تمام، وضحت دي؟ تمام. هنا قال لي ذا نيو از ذا اونلي اوبريتور، الكود اسمها نيو، دي بستخدمها مع الكلاسز، بستخدمها مع الاوبجكتس، بستخدمها مع الديناميك، الحاجات دي كلها. وطبعا انا لسه اصلا مش شرحتها. هنا قال لي مش موجوده في رود ماب بس لسه ما جاش عليها الدور. ذا نيو از ذا اونلي اوبريتور ذات كرييت استاتيك ميموري، لا هي بتستخدم عشان اكاري دايناميك ميموري مش استاتيك، دايناميك. تمام، فهنا الاجابه تبقى فولس. تعرفي كده الاجابه، يعني نيو بستخدمها عشان اكاري دايناميك ميموري، اللي انا بعمل مخزن بايدي كدايناميك عشان اخزن فيه ادرس او استخدم بوينتر وحاجات زي دي. طبعا الحاجات دي انتوا ما خدتهاش لسه معايا، خدتها في الكليه؟ خدت النيو في الكليه؟ لا برضو. طيب حاجات انت ما خدتهاش في الكليه اكيد مش هتجيلكوا في الامتحان يعني، بس احنا بنحل. طيب بعد كده قال لي ان باس باي فاليو، لما انا اعمل باسنج باي فاليو احنا عندنا الفانكشن بنعملها باس باي فاليو باس باي ريفرنس. باس باي فاليو القيمه بتتغير داخل الفانكشن بس مش بتسمع في اي مكان تاني، باس باي ريفرنس القيمه بتتغير داخل الفانكشن وخارج الفانكشن. طيب هنا قال لي في الباس باي فاليو بقى if the receivers اللي هو القيمه اللي انا ببعتها للفانكشن، تمام، القيمه اللي بعتها للفانكشن اتغيرت داخل الفانكشن، تمام. السندر، ايه السندر بقى؟ اللي هو بعت القيمه. طب انا بعت القيمه منين؟ من المين. هل المين هتحس بالتغيير؟ يعني دلوقتي القيمه داخل الفانكشن اتغيرت، المين بقى هتحس بالتغيير؟ ترو ولا فولس؟ ايه؟ فولس. لا فولس، مش عشان هو حللها ترو تبقى ترو، او انتوا تشككوا في اجاباتكم او معلوماتكم، ادام انتوا عندكم المعلومه خلاص. مش انا قلتها؟ قلتها لما شرحنا الفانكشن، القيمه اتغيرت داخل الفانكشن المين مش هتحس بالتغيير ادام هي باس باي فاليو، تمام. طيب انما لو باس باي ريفرنس هتحس بالتغيير، لا عشان انا ببعت لها الادرس. طيب باس باي فاليو كان بي دان يوزنج ريفرنس، طيب حته اللي انا اعمل باسنج باي فاليو can be done using reference type. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو دلوقتي عرفت function عملت بعت لها باس باي فاليو يعني انت اكس، ممكن اجي انا في المين اعمل باس باي ريفرنس. طب اوضحها، انت مثلا اف دي function بتاخد مني رقم انتجر عشان بس الفكره تكون واضحه ليكم. هنا مش تعمل اي حاجه غير هي تعمل مثلا ريتيرن الاكس وخلاص، ماشي. هاجي هنا هستدعي الفانكشن اللي اسمها اف دي، وعايز هعمل هنا مثلا متغير اسمه واي ايكوال 5، حلو. وهاجي هنا مثلا اعمل اند الواي، ينفع الكلام ده؟ هو بقى بيقول لك كده الفانكشن هي باس باي فاليو اللي انا بعملها باسنج باي فاليو، ينفع اعمل لها او ابعت لها ريفرنس؟ ينفع ابعت لها ريفرنس؟ ما هو ده ريفرنس، ينفع ابعت لها ريفرنس؟ لا ما ينفعش. فولس. باس باي فاليو تبعت لها فاليو مش تبعت لها ريفرنس، انت لو عملت ران هيديك ايرور، ما ينفعش. فولس، لازم تبعت لها ايه؟ فاليو عاديه. تمام؟ تمام. هنا السؤال هو فين؟ باس باي فاليو هتبقى فولس مش ترو، 16 فولس. طيب بعد كده فاكرين اوفرلودد؟ مين فاكر اوفرلود؟ شرحتها السيشن اللي فات. ايوه نفس الاسم بس الداتا بارامتر نفس الاسم بس البارامتر مختلف. تمام يا احمد. هنا قال لك تو فانكشن ار اوفرلودد، التو فانكشن بنقول عليهم ان هم اوفرلودد امتى؟ اف ذا ديفر ان زير ريتيرن تايب، لو 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 هم مختلفين في الريتيرن تايب. هو مال احنا مالنا مال الريتيرن تايب؟ الاوفرلود حاجتين، الاسم والبارامتر، مالناش دعوه باي حاجه ثالثه. هو بيقول لك دلوقتي هم اسمهم اوفرلودد لو هم مختلفين في الريتيرن تايب، لا لو الاثنين فانكشن ليهم نفس الاسم ونفس البارامتر هيديك ايرور اصلا حتى هما مختلفين في الاثنين. طيب ازاي؟ نفس الفانكشن نفس كل حاجه، تمام، بس هنا دي الاثنين تايب بتاعها انتجر، دي دبل، ماشي، دي دبل. هو بقى بيقول لك كده لو عندك اثنين فانكشن مختلفين في الاثنين طيب بس لهم نفس الاسم ونفس البارامتر، ده كده يبقى اسمه فالودد؟ لا، ده كده هيديك ايرور، كده هيديك لو انت عملت ران، اعمل ران هنا هيديك ايرور.
ليه؟ لان انت عندك اتنين فانكشن ليهم نفس الاسم ونفس البارامتر، فيديك ايرور، ملوش دعوه بالاتنين. طيب لازم ادام عندك اكتر من فانكشن ليها نفس الاسم يكون البارامتر اللي جوه مختلف في داتا تايب، وده اسمه اوفرلودد. الحاجتين دول كده اسمهم اوفرلودد، انما ده مش تبعنا خالص، مش تبعنا. تمام. فهنا بقى نكمل نقرا السؤال تاني. بيقول لك تو فانكشن، عندك تو فانكشن بنقول عليهم اوفرلودد لو هما مختلفين في الريتينا تايب. لا، مش الريتينا تايب ملوش اي علاقه بينا. تمام. الاوفرلودد عباره عن حاجتين، الاسم والبارامتر. الاسم والبارامتر لهم نفس الاسم ومختلفين في البارامتر. تمام. والاسم والبارامتر دول يا شباب لهم اسم ثالث، اسم يجمعهم الاثنين. عباره عن ايه الاسم ده؟ اسمه ميثود سيجنتشر، او اسم السيجنتشر. سيجنتشر لو قال لك يعني ايه سيجنتشر، عباره عن حاجتين، النيم بتاع الفانكشن والبارامتر. تمام. ماشي. رقم 18 هنا قال لي الكونديشن في السي بلس بلس كان بي اني ارثمتيك اكسبريشن. ممكن الكونديشن في السي بلس بلس ممكن يكون عباره عن اي اكسبريشن، زي ما احنا كنا قلنا احنا ممكن نعمل واي والاف وكل الكونديشنز دي عباره عن اكسبريشن. واحنا عارفين برضو ان اي اكسبريشن الزيرو، لو الريزلت بتاعته زيرو في السي بلس بلس فهو بيبقى فولس، اي حاجه ثانيه بيبقى بترو، زي ما احنا وضحنا الكلام ده. فتعال نكمل قراءه السؤال. هنا قال لي بقى هو evaluate as false، يعني هو بيتنفس كفولس if the result is zero، صح؟ لو هو الريزلت بتاعت الاكسبريشن دي كانت فول، كانت زيرو قصدي، يعني لو الاكسبريشن ده مثلا 4 ناقص 4 فخلاص هو كده زيرو، فادام هو زيرو يبقى كده فولس. ايوه، احنا عارفين ان الزيرو في السي بلس بلس بفولس. وقال لك لو الاكسبريشن ده اداك اي نتيجه ثانيه سواء سالب او موجب، كده احنا نعتبره ترو. ايوه، هنعتبره ترو. ماشي يا شباب، السؤال ده واضح؟ السؤال ده واضح؟ ايوه تمام. تمام. هو مصطفى موجود؟ انا تخاف تتكلم؟ ماشي. لا طيب عادي خالص. طيب ماشي. هنا قال لي المالتيبليكيشن، يعني ايه مالتيبليكيشن؟ يعني عملية الضرب has a higher probability، يعني يعني اللهم صل على النبي، يعني ليها ايه؟ افضليه، او ليها الاولويه، ليها اولويه عن القسمه. عمليه الضرب ليها الاولويه عن عمليه القسمه. احنا كنا شرحنا الكلام ده في حوالي سيشن الخامس، قلنا ان الضرب والقسمه وايه تاني والريميندر الثلاثه على نفس المستوى. تمام. فهي فولس، مفيش واحده فيهم اعلى من الثانيه. طيب رقم 20 قال لي الديناميك ميموري، يعني ديناميك ميموري دي برضو احنا يعني بص يا شباب هشرحها لكم في السريع. احنا عندنا الرام بتاعتنا بتنقسم لثلاث ثلاث حاجات او ثلاث اجزاء. عندنا الرام ثلاث اجزاء، اول قسم اسمه الهيب، ثاني قسم اسمه الستاك، ثالث قسم اسمه الكود. تمام. الهيب دي انا بخزن فيها الحاجات اللي هي الديناميك، حلو. والستاك انا بخزن فيها الحاجات اللي هي الثابته، اللي هي ستاتيك، اللي هي الفاريبل بتاعتك العاديه اللي انت بتعرفها هنا كانتجر او اي حاجه. انما الهيب بخزن فيها الحاجات الديناميك زي ايه؟ زي البوينترز، حاجات اللي هي بوينترات. والكود ده اللي بيبدا فيه يتخزن اوبجكتس بتاعتك، الاوبجكتات او السورس كود بتاعك. فالقدام عندك مقسمه لثلاث ايه؟ ثلاث. طيب زي ما احنا قلنا الهيب بنخزن فيه الحاجات اللي هي الديناميك. فانا بيقول لك ايه؟ A dynamic memory is created in memory is a place called heap. الحاجات اللي هي الديناميك احنا بنكراتها في مكان اسمه الهيب. ايوه بترو. والحاجات اللي هي استاتيك بنكراتها في مكان اسمه ستاك. تمام. طيب اهيب ميموري برضو الحاجات دي ممكن ما تجيلكوش في امتحان السنه دي، بس حتى لو جت ادينا ايه حليناها، لان انتم ما خدتوش الهيب. ماشي. بس ممكن تيجي، ده اسئله اصلا ساعات بينقلوا من هنا هنا، يعني بياخدوها كوبي من الامتحان اللي فات هنا. ولو انت سمعت الفيديوهين بتوع السنه اللي فاتت اللي قبلها اللي انا نزلتهم على اليوتيوب، اللي انا بعتكم اللينكات بتاعتهم، نفس الاسئله صح؟ مع ان دي جافا دي سي بلس بلس، بس نفس الاسئله، مفيش اختلاف. اسئله الامتحان بتبقى واحده اصلا في معظم السنين. هنا بيقول لي اهيب ميموري از ميموري، الهيب ميموري ديت ميموري مفيش حاجه بتشير ليها. لا، الهيب ميموري في حاجه بتشير ليها، في بوينتر احنا بيشير من الستاك للهيب. اصل دلوقتي لو انا مش هقدر اوصل للهيب هخزن فيها ازاي؟ يعني بالعقل كده، لو انا دلوقتي ما عنديش ريفرنس
انا من خلاله هقدر اوصل للهيب، انا هخزن في الهيب ازاي؟ فالاجابه هنا تبقى فولس. لا، في احنا عندنا حاجات من خلالها بنقدر نوصل للهيب، تمام؟ طبعا ده هتوضح اكتر لما نشرح الهيب بين الترمين بقى ايه باذن الله بعد الفاينل بتاعكم. هنا قال لي اني سي بلس بلس فانكشن، اي فانكشن في سي بلس بلس ماست بي بليزد، لازم تكون داخل كلاس. لا، في الاوبجكت اورينتد باذن الله في الترم الثاني لما تيجي تاخدوا الكلاسز هتعرفوا ان انا في الكلاس بعمل، الكلاس عباره عن جروب اوف فانكشن، جروب اوف فانكشن اند داتا، تمام؟ طيب انا الفانكشن، انا هنا اصلا لسه ما شرحتش الكلاسز ولا اصلا اديتكم كلمه كلاس. يعني كلاس بعملها كده، بعمل كده كلاس ببدا هنا احط ايه الفانكشن. انا اصلا لسه ما اديتكوش الكلاس، والكلاس اصلا انتوا لسه هتاخدوه الترم الجاي. فبالتالي انا هنا حطيت فانكشن من غير ما اعمل كلاس، فمش شرط، مش شرط ان انا احط الفانكشن داخل كلاس، فالاجابه هنا تبقى فولس. وخلي بالكم برضو يا شباب حاجه عايز اقولها لكم، لما تلاقوا في السؤال ماست، لما تلاقوا في السؤال ماست او اني، 90% الاجابه بتبقى فولس، 90% الاجابه بتبقى فولس، ماشي؟ ده حاجه كده ايه من عندي يعني. طيب هنا 23 قال لي a variable declared inside the scope. ال variable ده، السؤال ده بيجي في كل سنه تقريبا. ال variable اللي انا بعرفه داخل بلوك can be used anywhere in the program، زي ما احنا قلنا كلام الدكتور عمرو الكيما لسه في كلمه سكوله، المخزن المعرف داخل بلوك لا يمكن استخدامه خارج بلوك، ده بلسانه، ماشي؟ عشان هو اصلا كان خلانا نقولها كذا مره في المدرج، تمام؟ فهنا دي فولس، انا معرف فاريبل داخل بلوك ما ينفعش استخدمه غير في الرينج بتاعه اللي هو البلوك، ما ينفعش استخدمه في اماكن ثانيه. 24 هنا قال لي given an array، انت دلوقتي عندك الاري اللي هي الديكيشن بتاعها ده. طيب الاري دي يا شباب فيها كم مخزن؟ صورة فيها كم مخزن؟ خمسة. خمسة؟ واحد. مخزن واحد. تمام؟ المخزن فيها مخزن واحد بس، حاطط فيه خمسة. طيب يبقى السايز هنا لو انا طلبت منك السايز هتقول لي كام؟ واحد. السايز واحد؟ زيرو. السايز زيرو؟ أربعة. أربعة، تمام، السايز أربعة. هنا الاري دي من نوع انتجر، فالسايز بتاعها 4 عشان 4 في 1 ب 4، تمام. طيب نكمل نشوف السؤال طلب مننا ايه. هنا قال لي ذا فولوينج اساينمنت ستيتمنت، الحاجه قدامك دي اللي هي اري في الخمسه بتساوي 4، الكلام ده ينفع؟ هو انا اصلا عندي مخزن سادس في الاري عشان اخزن في 4، انا عندي مخزن واحد بس، فالكلام ده صح؟ الكلام ده صح؟ لا فولس. لا فولس، تمام. انا عندي مخزن واحد، فانا ممكن اقول لك اريو في الزيرو ايكوال 4، بس انا ما عنديش المخزن السادس اللي انا اخزن فيه 4، ما عنديش الكلام ده، ففولس. طيب هنا قال لي في سؤال 25 قال لي every switch statement can be converted to if. ايوه صح، ليه؟ لان احنا عارفين ان عندنا في السويتش احنا عندنا الكونستانت اللي هو بيساوي في الاف ايكوال ايكوال، زي ما انا كنت شرحت الكلام ده طلعنا فيه. طيب رجع قال لك بقى اند فايس فيرسا، يعني فايس فيرسا يعني عكس صحيح، يعني ممكن كل حاجه الاف اقدر احولها لسويتش؟ ها؟ لا. فبالتالي هنا فولس، يبقى 25 فولس. طب 26 قال لي ذا ترن اوبريتور، يعني ايه ترن اوبريتور اللي هو ده؟ ترن اوبريتور يعني انا مثلا عرفت هنا مخزن، خليني اللي هو الواي ايكوال 5، جيت هنا عملت مثلا هنا ايه؟ الواي اكبر من الاربعه، ورحت جاي اعمل ايه؟ عامل ست فهام. لو بترو، ايوه لو بترو هتعمل ايه؟ اعمل اي حاجه مثلا، يعني مثلا حط اي حاجه. عارفين دي معناها ايه؟ معناها اللي هي التو واي اف ستيتمنت اللي هي اف الس. فممكن اقول لك مثلا الواي بتساوي الواي بلس 1. طيب الس هتروح جاي عامل كده. الس بقى عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل حاجه ثانيه مثلا. الواي بتساوي الواي بلس 2 مثلا. الكلام ده يا شباب اسمه الترنال اوبريتور اللي هو معامل الثلاثي. يعني معامل الثلاثي يعني انا بختصر اف الس في جمله واحده. والله لو الكونديشن ده، الكونديشن لو الكونديشن ده بترو هينفذ لك اف اللي هي دي، لو الكونديشن ده فولس ينفذ لك دي، تمام؟ فدي كده اسمها الترنال اوبريتور اللي هو المعامل الثلاثي، بيتكون من ثلاث حاجات، واحد اثنين ثلاثه، من ثلاث اجزاء.
تمام؟ وده زي ما انا قلت لكم بيساوي اف إلس، اللي هي اف الواي اكبر من الاربعه، ده انا كده بحولها نفذ لي دي، تمام؟ إلس نفذ لي دي. حلو، فالحاجات دي هنا سيمي كولون طبعا، وهنا سيمي كولون. الحاجات دي اللي هي دي كده زي دي بالظبط. طب ايه الفرق بينهم؟ دي اسرع، دي اسرع بكتير جدا من دي. الوقت بتاع ده بيكون التايم بيكون اقل، بياخد تايم اقل. عشان كده في البروبلم سولفينج دايما بتلاقي ناس بتستخدم لك التيرن اوبريتور عشان التايم، تمام؟ بس دي هي دي. حلو، طيب فهنا بيقول لك التيرن اوبريتور ليه ثلاث معاملات. ايوه ليه ثلاث معاملات، فالاجابه هنا هتبقى بترو. شكل البل حل الامتحان ما كانش عارف. طيب هنا قال لك بقى ذا بوست انكريمنت. يعني ايه بوست انكريمنت؟ يعني اكس بلس بلس او واي بلس بلس، اللي هي الانكريمنت بتيجي بعد الفاريبل. طيب اللي هي دي هو حطها لك الراجل مشكورا يعني. طيب بعد كده قال لك انكريمنت ذا فاريبل باي 1، هي بتزيد الفاريبل بواحد وبعد كده بتنفذ القيمه الجديده. الكلام ده صح؟ لا فولس. فولس، هي الاول بتنفذ بعد كده بتزود، فهي فول. هنا لو كان قال لي بري كانت هتبقى بترو، هنا لو كان شال لك بوست وحط لك بري كان السؤال هيبقى بترو. ممكن يلعب على الكلام ده السنه دي، ممكن يجيب لك نفس السؤال بس بدل بوست يخلي لك بري، فبالتالي بدل فورس هتبقى بترو. حلو، يا رب الكلام يكون ايه واضح. ده حاجه مش واضحه نقف. طيب هنا قال لي ذا انكلود ستيتمنت، اللي هي الهاش انكلود يعني ماست اند with سيمي كولون. لا هي مش اصلا مالهاش سيمي كولون، يعني الهاش انكلود معروفه اللي هي مالهاش سيمي كولون، بتحط السيمي كولون ليها، فهي فولس. ماشي تمام. هنا قال لي ذا ماكرو ستيتمنت. يعني ايه ماكرو ستيتمنت يا شباب؟ ماكرو ده عباره عن كونستانت انا بعرفه فوق هنا. يعني مثلا انا عارف ان الكونستانت بحط كلمه كونست عشان اعرف الفاريبل اخليه كونست، انما انا عندي طريقه ثانيه اللي هي هاش ديفايند، تمام؟ وبحط هنا مثلا اسم المتغير ايا كان اسمه، مثلا اسمه ايه مثلا اللي هو اسم الكونستانت انت عايز تعمله، بحط قيمه ليه. طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه انك في البرنامج بتاعك اثناء تنفيذ البرنامج بتاعك اللي هو في المين، لو انت عندك اي ايه هيشيل لك اي ايه وهي ريبليس او هيبدلها باربعه. انت مثلا لو جيت عملت سي اوت الايه هيتباع لك كام؟ اسف الحاجات دي نشيلها عشان ديت اللي كانت من دايما زي ما احنا كنا بنطبق. هتباع لي هنا كام؟ ايه؟ هتباع لك كام؟ أربعة. تمام؟ طيب خلي بالكم بقى الحاجة دي ليكم انتم، يعني مش بتقال في أماكن كتير. حاجة دي ليكم ومش في الامتحان. اللي احنا عارفينه عن الكونستانت ايه؟ لو احنا مثلا عملنا كونست مثلا انت اكس ايكوال 5، هل ينفع اجي بعد كده اقول اكس ايكوال 4؟ هل ينفع؟ لا ما ينفعش. طب ايه رايكم بقى لو انا عملت دي تاني وخدت الاي بتساوي 5، هل ينفع؟ ينفع مش يديني ايرور، مع ان ده كونستنت بس ده بطريقه الماكرو ودي بطريقه الفاريبل العاديه. طب لو انا جيت طبعت الايه هيتباع لي 4 ولا 5؟ 5. تمام ماشي، باع لك القيمه الاخيره اللي هي كام؟ اللي هي 5. حلو، بس هو بيعتبر ككونست بس ايه يعني بيتغير برضه. انا اديني بقول لكم المعلومه كامله عشان ايه مفيش حاجه تكون ناقصاكم ويكون عندكم ايه الخلفيه واضحه. تمام، فهنا الماكرو هنا وبيقول لك ايه؟ احنا لسه 29. هنا قال لك ذا ماكرو ستيتمنت ديكلير كونست، اللي هو احنا عارفينه ككونست ويز نو تايب سابسفايد. هو احنا لما بنعرف اللي هو بتاعه الماكرو احنا بنحدد داتا تايب، يعني احنا بنحدد له داتا تايب كانتجر. لا ما بنحددوش في الماكرو لكن بنحدد في الكونست. ما بنحددش صح، فبالتالي هو ملهوش داتا تايب، فبالتالي هنا السؤال يبقى بترو، ملهوش داتا تايب محدده، احنا مش بنحدد داتا تايب. تمام، طيب هنا قال لي all conest declared I am the fire.
كل الكونست اللي احنا معرفينهم اللي هو بالطريقه دي زي ما احنا كنا عاملين هنا من شويه كونست ثواني كونست انت اكس ايكوال 5 مثلا. ده كده السؤال بتاعنا اللي على الدور. هنا بيقول لي كل الكونست اللي احنا بنعرفهم ممكن نديهم قيمه بعد كده. والله في الجافا يعني انا في الجافا ممكن اعمل كده، ممكن اعمل ديكلاريشن واجي بعد كده اقول اكس ايكوال 8 مثلا، والكلام ده هتلاقوه في الفيديو عشان الناس اللي سمعت الفيديو، عشان هو بالجافا كنت بحل بالجافا، ففي الجافا الكلام ده صح. انما في سي بلس بلس لا، لازم القيمه تكون في نفس اللاين. هنا هيديك ايرور يقول لك لازم القيمه تدي له قيمه ليها، تمام، لازم تديني قيمه ليها. فالسؤال ده لو في الجافا او انتم كنت خدتوا السنه دي جافا كنت هتعتبروا السؤال ده ترو، انما في سي بلس بلس السؤال ده بفولس. ماشي، فبصوا السؤال بيبقى واحد بس بيختلف من لغه للتانيه. ماشي، لازم هنا في لما تيجي تعرف كونستانت تحط الانيشاليزيشن والديكلاريشن في نفس اللاين. ماشي يا شباب. طيب 31 قال لي هنا اي اندفاي يعني الفاريبل العادي. الفاريبل ممكن يبدا بديجيت برقم. لا تمام، فولس. الفاريبل ما ينفعش يبدا برقم. الفاريبل بيبدا من حاجه من ثلاثه، من عارف بحرف او علامه الدولار دي وحاجه الشرطه. تمام، يا اما ليترز يا اما دولار ساين يا اما الاندرسكور. تمام، ما فيش حاجه رابعه. طيب هنا قال لي انت دلوقتي انا هديك فانكشن اسمها void increment، اسمها increment. الداتا بتاعها قلت له تايب void. الفانكشن دي بتاخد منك بوينتر. يعني بوينتر يعني انت كده هتبعت لها باس باي ريفرنس، يعني تبعت ريفرنس. تمام، طبعا احنا ما خدناش الحته دي صح. بص يا شباب، لما انا احط هنا او اعمل لكم فانكشن هنا خليها نفس الفانكشن void مثلا increment منت ايا كان اسمها انكريمنت. طيب الانكريمنت دي هتاخد مثلا مني استريك اكس. يعني استريك اكس يعني انت هنا لما تبعت لها استريك لازم هنا في المين لما تيجي تستدعي الفانكشن دي باسمها اللي هي انكريمنت لازم هنا تبص لها ايه؟ تبص لها ادرس. يعني لازم تعمل هنا انت مثلا واي او ايا كان متغير ايكوال مثلا 8 وتيجي هنا بقى ما تبعتش واي، لا تبعت ادرس الواي. يعني احط ايه؟ يعني تحط ان بس. الكلام ده كده اسمه باس باي ريفرنس. انا هنا بعت الريفرنس. تمام، بعت الريفرنس لدي. ماشي، طيب نكمل سؤال. انا بس وضحتها لكم، نكمل السؤال. هو اصلا السؤال حاجه ثانيه بس انا بوضح لكم دي معناها ايه، دي معناها ايه، يعني دي بتاخد منك ايه. لما انت تلاقي دي في الفانكشن انت هتبعت لها ادرس، هتبعت لها ده يعني. حلو، طيب هنا قال لك انا عندي انت استريك الاكس. ممكن بقى انت تستدعي الفانكشن دي في المين عن طريق انت تعمل لها دي، تبص لها الخمس. ينفع؟ يعني قصده ايه؟ يعني انت قصده انك لما تبعت لها الواي بس اعمل رن كده ده كده. ما ينفعش، لازم نعمل اند اللي هو نبعت لها الادرس زي ما انا قلت لكم من شويه. تمام، لازم نبعت الادرس. ادام هنا انت عندك بوينتر يعني لازم تبعت ادرس. تمام، لان البوينتر بيشاور على ادرس مش بيشاور على قيمه عاديه. البوينتر بنخزن فيه ادرس لما نيجي نشرحها ان شاء الله. تمام، فانا هنا لو بسيت خمسه بس يديني ايرور، يبقى هنا فولس اهو كبير اهو عشان تكون واضحه. عارفين امتى دي تكون ترو؟ حد يقول لي امتى؟ امتى دي تكون ترو؟ السؤال ده يكون ترو. لو كانت الخمسه دي اندكس، لو كانت انت اكس بس نشيل الاستريك. ايوه نشيل الاستريك، كانت انت اكس بس صح. تمام يا رجاله كده، خدوا بريك 3 4 دقايق ونيجي نحل تشوز. ماشي كده احنا خلصنا الترو فولس. تمام، حد عنده اي سؤال في اللي انا قلته ده في الترو فولس؟ حد عنده اي سؤال في الترو فولس؟ طيب نعدل بس دي كده بدل ما هي مالها كعباره كده ليه، نخليها صغيرة. هي true صح؟ تمام.
طيب طبعا حفظتونا، بس لما اخلص معاكم الامتحان بعمل سيف عشان ابعت لكم البي دي اف محلوله، يعني عشان انتوا عايزين ايه تبقى تراجعوها كده من غير ما تسمعوا الفيديو. طيب يلا خدوا بريك ونكمل تاني، مع السلامه. بدات اسجل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الجزء الثاني مع بعض. ممكن انزل الامتحان على اجزاء، على 3 اجزاء، او ممكن اجمعهم في فيديو واحد واحطهم، فنشوف كده ايه مع بعض في النهايه نبقى هنعمل ايه. طيب نحل بقى التشوز في الجزء الثاني. هنا بنقول ذا سبيس، ذا سبيس ذا انتري بوينت، شايفين نفس السؤال اللي كان في ترو فولس، هنا اختار ايه؟ ذا انتري بوينت المين، ذا انتري بوينت تبقى المين اللي هي اللي جايبه رقم ايه. تمام، انا ممكن بس اعمل علامه بدل ما اعمل ده كله، يعني اعمل بس علامه كده بسيطه بحيث تعرفوها، اللي هو على الايه مثلا نفسه. تمام، طيب ذا هاش انكلود از ا سبيس، يعني ايه بقى هاش انكلود؟ بص بقى يا شباب، احنا عندنا 3 حاجات، الحاجه دي او الجزئيه دي مهمه جدا جدا جدا، ركزوا فيها. احنا عندنا 3 حاجات، عندنا البروسيسنج وعندنا الكومبايليشن وعندنا اللينكر. ايه بقى ال3 حاجات دول؟ الكود بتاعك، الكود ده الصوت. تمام، الكود بتاعك بيمر ب3 مراحل، اول حاجه اسمها البروسيسنج، تاني حاجه الكومبايل، تالت حاجه اللينكر. نركز في الجزئيه دي جدا. يعني ايه بروسيسنج؟ يعني الحاجات اللي فوق دي، اي حاجه قبلها هاش، اللي هي هاش انكلود، هاش ديفاين، الكلام ده كله اسمه بروسيسنج. تمام، يبقى الحاجات اللي فوق دي اسمها بروسيسنج. معناها ايه بقى الكلام ده، او معنى بروسيسنج ايه؟ مثلا الهاش ديفاين دي معناها ايه؟ معناها اللي انا هستبدل لك اي ايه بالقيمه البيور بتاعته، بالقيمه الاصليه اللي هي 4. فانا لما اشوف اي ايه في الكود في السورس هنا، هستبدل اي ايه بال4 او بال5 على حسب ما انا حاطط. تمام، طيب مثلا هاش انكلود ايو ستريم، معناها اللي انا هجيب الحاجات اللي في المكتبه اللي اسمها ايو ستريم. الايو ستريم دي فيها كود مكتوب بالفعل. انا بقى ككومبايلر اول ما هشوف اللاين ده، هشيل اللاين ده وهجيب المكتبه الكود اللي موجود في المكتبه بتاعت ايو ستريم، احطه هنا مكان اللاين ده. الكلام ده اسمه بروسيسنج. يبقى قبل، اول ما اشوف كلمه هاش، سواء هاش انكلود او هاش ديفاين، ده معناه ايه؟ معناه بروسيسنج. تمام، طيب الجزء الثاني بقى في الكود بتاعنا اسمه الكومبايل. بروسيسنج دي تمام، واضحه واضحه، عرفت يعني بروسيسنج؟ يعني هاش انكلود هاش ديفاين. تمام، معناها ايه؟ معناها اللي انا بستبدل او بجيب الحاجه اللي انا كاتبها هنا. تمام، ودي برضه هتوضح اكتر في الاوبجكت اورينتد، عندنا حاجتين اللي هي دوت دوت سي بي بي ودوت دوت اتش، دي برضه هتوضح اكتر في الترم الجاي. تاني حاجة عندي اللي هي المرحلة التانية، اللي هي الكومبايل أو الكومبايليشن أو الكومبايند زي ما أنتوا عايزين سموها سموها. الكومبايل بتاعنا اللي إحنا عارفينه إن هو بيحول من الهاي ليفل اللغة بتاعتنا للماشين كود. أولاً أنا قلت لكم الكلام ده أول كورس، قلت لكم اللي هو بيحول هاي ليفل للماشين كود. عامة الكلام ده بيمر على مرحلتين، أول مرحلة اللي هو إحنا عندنا زي ما أنا قلت لكم، عندنا الماشين واللو والهاي. تمام؟ احنا ما ينفعش نعدي او نيجي ننزل من الدور الثاني على الارض على طول، لازم نعدي على الدور اللي هون في الاول، صح؟ فالكومبايل بتاعي بيمر بمرحلتين، اول حاجه بيحول لك الهاي لللو، بيحول لك حاجه اسمها الكومبايل فايل للاسمبلي فايل او الاسمبلي اوبجكت، اللي هو لغه الاسمبلي اللي هي في اللو ليفل. تمام، والاسمبلي ده انت هتاخدوه ان شاء الله في سنه تانيه الترم الاول في المعماريه. مصطفى اشرف هنا صح، او مصطفى حمدي؟ مصطفى حمدي لو سال مصطفى اشرف على الاسمبلي هيقول له، يعني هي لغه تقيله شويه، هيمتحنوها اصلا يوم الاحد الجاي. تمام، فدي لغه اللو ليفل. بعد كده الكومبايل او بيبدا يحول اللو ليفل اللي هي الاسمبلي، بيبدا يحولها للماشين كود، دي تاني مرحله. طيب المرحلة الثالثة بقى حتة اللينكر أو اللينكين. اللينك ده بيعمل إيه؟ ده بياخد منك أوبجكت، الإنبوت بتاعه بيبقى عبارة عن أوبجكتات. أنا ببعت أوبجكت مثلا دوت 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 سي بي بي، أوبجكت دوت دوت اتش، بياخد منك شوية حاجات. اللينكر ده بقى بياخد منك شوية أوبجكتات، مثلا أنت عندك المين لها أوبجكت، عندك مثلا كلاس له أوبجكت. الكود بتاعك يا شباب، أو لما إن شاء الله في الترم الثاني
الكود بتاعك هيكبر، هيبقى متقسم لكذا كلاس، كلاسز كتيره. ممكن اوريكم الكلام ده دلوقتي، انا عامله اصلا، بيبقى عباره عن كلاسز كتيره، تمام؟ الكلاسز دي بتتحول لاوبجكتات، الاوبجكت بقى بيتبعت انبوت لللينكر. اللينكر بقى بيجمع الاوبجكتات دي كلها، بيطلعهم في فايل واحد امتداده دوت اي اكس اي. الفايل واحد ده انا بقى ببدا اخزن الفايل الكبير ده بقى في الرام. شفتوا يعني الحوار مش سهل، الحوار كبير، بيمر بثلاث مراحل رئيسيه: بروسيسنج، كومبايل، لينكر. المرحله الاخيره اللي هي اللينكر، بيجمع لك الاوبجكت بتاعك اللي هي دوت او، بيجمعهم كلهم، بياخدهم كانبوت، بيطلعهم في فايل واحد امتداده دوت اي اكس اي، تمام؟ عشان كده يقول لك ان اللينكر دايما بيتعامل مع الاوبجكتات. انا كده وضحت لكم الثلاث حاجات مره واحده: البروسيسنج والكومبايل واللينكر، ثلاث حاجات. يعني البروسيسنج اول ما اشوف هاش بعدها اي حاجه انكلود ديفاين، معناها اللي هي بروسيسنج. فدلوقتي لما انا اجي اقول لك في السؤال، اكيد دلوقتي يعني انا مش بشرح ليا او لنفسي، الكلام ده ليكم علشان انتم اللي هتحلوا بتاع خمس ست اسئله دلوقتي لوحدكم بعد الشرح ده. لما انا اجي اقول لك بقى في السؤال هنا 35 او في السؤال 34 الاول، ذا هاش انكلود از ا، بيمثل لي ايه ده بقى؟ بيمثل لك بروسيسنج ولا ماكرو ولا كومبايل ولا لينكر؟ ها جاوبوا انتوا بقى. بروسيسنج. بالظبط، بيمثل لي بروسيسنج، تمام؟ تمام، دي الناس اللي فهمت الشرح. 34 و35 برضه بروسيسنج، هنا برضه هاش ديفايند بيمثلنا ايه؟ بروسيسنج، تمام؟ يبقى 34 و35 هتبقى ايه؟ طيب 36 بيمثل لي ايه؟ هنا ما قاليش از ا، ما قاليش، هنا بقى بيقول ايه؟ The hash defined is used، بيستخدم في ايه؟ مش قال لي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن بروسيسنج ماكرو. ايوه، بس هو بيستخدم في ايه؟ بيستخدم اللي انا بعرف كونستانت عن طريق الماكرو، تمام؟ فاللي هي الاجابه تبقى رقم بي اللي هي دي، زي ما احنا لسه كنا واخدينها في الجزء الاول. حلو؟ طيب كونك تفهم السؤال ده حاجه جميله، مفيش حاجه اسمها بصمجه، بصمجه مش في البرمجه، تمام؟ ما تتهمش نفسك ان البصمجه او البرمجه بتقدر تتبصم، مفيش الكلام ده. طيب which of the following is a valid variable name، ايه من دول ينفع ان هو يكون اسم متغير؟ يوبي اي و بي، صح، الاي والبي، مش البي بس، لا الاي والبي، اللي هي الاجابه هتبقى ايه؟ تبقى رقم دي. مش عايز واحد بقى يتذاكر يجي في امتحان يعلمنا على اي وبي، هي علمنا على اي اللي هي اي اند بي، تمام؟ طيب المين اسم فاريبل، ايوه ما هو اسم فانكشن، والفانكشن اصلا زي ما احنا عارفين ان هي اصلا كلاس عباره عن فاريبل، الاختلاف بيكون عباره عن البرانسز بس، انما هي اصلا اسم فاريبل، تمام؟ يبقى هنا الاجابه اي اند بي. طيب هنا قال لي which of the following is used to define a macro، ايه من دول بيستخدم عشان اعرف macro؟ اسئله بتتكرر، اسئله define، تمام؟ طيب هنا قال لي the space combine يعني اللي هو بيربط او بياخد اكتر من حاجه، binary object. هنا دلوقتي انا عندي اكتر من object، ببعتهم لايه؟ الاوبجكتات دي ببعتهم انبوت لايه؟ لسه قايلها من شويه، لللينكر عشان يطلعها اي اكس اي فايل. بالظبط، اللي هي اكسكيوت اللي هي اختصار لاي اكس اي، تمام؟ عشان يبدا يحطها في المين او يخزنها في المين، فده اللينكر، تمام؟ اللي بيتعامل مع الاوبجكت كانبوت، تمام؟ كونك تفهم اللينكر والكومبايل والبروسيسنج جيد او كويس، اقسم بالله اقسم بالله في ناس بتتخرج من كليتنا ما عارفاهم وما عارفه الفرق بينهم حرفيا. واحد اصلا كان بيسالني، واحد زميلي من دفعتي كان بيسالني في اللينكر من 3 4 ايام. طيب هنا سؤال رقم 40، هنا بيقول لك ايه؟ ممبرز اوف ذا نيم سبيس كان بي اكسس، يعني ايه نيم سبيس؟ يعني هي الجلوبال فاريبل. فاكرين الجلوبال فاريبل لما انا كنت عرفت له هنا، عملت مثلا انت اكس ايكوال 5، كنت بقدر اكسس عليه ازاي؟ ها مين فاكر؟ عن طريق ايه؟ سكوب ريزوليوشن، تمام كده، ايوه كده، سكوب ريزوليوشن. الاجابه تبقى رقم ايه؟ وعلى فكره بقى انا ممكن اكسس عليه من غير ما اعمل سكوب ريزوليوشن اهو عادي، بس لا، لو انت عندك يعني عندك فاريبل واحد، يعني مثلا هنا انت عندك اكس واحد ما عندكش غيره، فممكن تاكسس عليه عادي من غير ما تعمل سكوب ريزوليوشن. انما لو انت عندك اكس هنا واكس هنا، فلازم تحدد، لان انت ما حددتش هو هياخد لك او هيتعامل على الاكس اللي هو اللوكال مش الجلوبال، تمام؟ فدي برضو معلومه ليكم.
41 هنا بيقول لك إذا اكسبريشن مين سمع التو فيديوز اللي فاتوا؟ أو فيديو واحد منهم؟ أنا تمام. أنا سمعت. سمعت حاجة اسمها الديمورجان سلو؟ موجودة، سمعتوها؟ الديمورجان سلو. إحنا بنغير نحط العلامة التالتة. الديمورجان سلو عبارة عن إيه؟ تمام. تمام الديمورجنس لو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بخلي بيكون عندي قبل البرانسيس نوت، النوت دي بتخش جوه فبتحول اي اند الاور واي اور لاند. ده اول حاجه، اول حاجه بتعملها هي بتعمل حاجتين، بتخش البروك بتحول او بتخش برانسيس بتحول اي اند الاور واي اور لاند. تمام، فانت هنا دلوقتي عندك اند فبالتالي هتخليها لك ايه؟ هتخليها لك اور. دي اول حاجه. النت واضح؟ صوت واضح؟ عشان جالي المسج اللي النت ضعيف عندي. صوت واضح؟ واضح. تمام، فده أول حاجة. طيب تاني حاجة، عندك أنت تلات حاجات، عندك أكبر من، عندك يساوي، عندك أقل من. لو عندك واحدة هتشيلهم وتحط الاتنين التانيين، عندك اتنين هتشيلهم وتحط التالتة بس. فتاني النات دي هتخش جوه تخلي أي أند إيه أور، فدلوقتي أنا عندي أند هتخلي لك إيه أور. هتخلي عندك دلوقتي اللي هي أكبر من أو يساوي، هتشيلهم وتحط التالتة بتاعتهم اللي هي إيه؟ اللي هي أقل من. طب عندك اقل منها وساوي هتشيلها وتحط الثالثه اللي هي ايه؟ اللي هي اكبر من. طب عندك ايكوال ايكوال هتشيلها وتحط عكسها اللي هي ايه؟ اللي هي نوت ايكوال. فانت بتحط العكس. تمام، فهنا دلوقتي انا هختار ايه؟ بيقول لك يعني ده بيساوي ايه، يعني الاكسبشن ده بيساوي ايه. هخلي الاقل منها وساوي اخليها ايه، او الاكبر منها وساوي اخليها ايه؟ اخليها اقل من. فدلوقتي اكس هتبقى اقل من 2 اور اكس هتبقى ايه؟ واحد يقول لي أكبر من، أكبر من 10، يبقى إكس أكبر من 2، إكس أقل من 2، أور إكس أكبر من 10. هي فين بقى دي؟ أه دي صح، إكس أقل من 2، أور إكس أكبر من 10. تمام، يبقى الإجابة تبقى رقم دي، زي ما الراجل معلمها هنا. تمام؟ طيب، على فكرة هي بس شرح، هتلاقي بقى كام سؤال على نفس الفكرة. هي امتحانات الدكتور عمر معروف اللي هو بإيه؟ بيديك فكرة بيجيب لك عليها أكتر من سؤال، نفس الفكرة. فانت بقى لو عارف الفكره بتجاوب، مش عارف الفكره بيدعي منك بتاع 5 6 درجات في الجزئيه دي. طيب رقم 42 هي بيقول لك ايه؟ اللي هي الاكسبريشن ده اللي هو 2 اقل من اكس واكس اقل من 10، ده بنكتبه ازاي في البرمجه؟ هنا عندك رينج صح؟ عندك رينج من 2 لكام؟ من 10. طب ال 2 وال 10 معانا ولا مش معانا؟ لا مش معانا، مش معانا، عشان اكبر واقل فمش معانا. ادام عندك رينج يبقى تستخدم اند ولا اور؟ اند. ادام عندك رينج هتستخدم اند. تمام، تمام. يبقى دلوقتي انا هستخدم اند عشان عندي رينج، عندي يساوي لما عنديش يساوي، يبقى بالتالي اكس هتكون اكبر من 2 اند اكس اقل من 10 بس. اكس اكبر من 2 اند اكس اقل من 10، دي صح. طب ناخد اللي بعدها اللي هي رقم دي، اكس اكبر من 2 اند ال 10 اكبر من اكس، ايوه دي صح برضه. طب ناخد دي كده نشوف دي، اكس اكبر من 2 اند الاكس اقل من 10، ايوه ما هي دي، هي دي اكس اكبر من 2 واكس اقل من 10، فالثلاثه دول صح. طب دي مورجان سلو هتخلي الاور اند هتبقى هنا اند، فهتخلي اقل من 10 تبقى اكبر من، يبقى اكس اكبر من 2 اند اكس هتبقى ايه؟ اقل من 10. يبقى كلهم صح، انا بس حولت او يعني جربتهم لك كلهم. انما انت بتجرب بس اتنين، لو لقيت اتنين عندك صح وعندك كل اوف ذا اباف فبتاخدها على طول. فالاجابه هنا تبقى رقم اي. السؤال ده واضح؟ واضح؟ ايوه واضح بس. طيب رقم 43 هنا قال لي which of the following is always evaluate to false؟ ايه من دول دايما الناتج بتاعه او الريزلت بتاعته بتكون فولس؟ يعني مهما تحط له نمبرز سواء بوزيتيف نيجاتيف ايكوال زيرو هيديك ايه؟ فولس. طيب نشوف رقم ايه. هنا قال لك ال اكس اكبر من 10 اند الاكس اقل من 2، نحط نجرب نحط رقم بوزيتيف عندنا مثلا 100، ال 100 اكبر من 10 ايوه، طب هل ال 100 اقل من 2؟ لا، فبالتالي هيديك فولس كبوزيتيف. طب نحط نيجاتيف سالب 100، سالب 100 اكبر من 10؟ لا، فبرضه فولس، لان لازم التو كونديشن يكونوا بترو عشان الريزلت انها تكون بترو. طب لو حطينا 0، 0 اكبر من 10؟ لا، فده صح. ده مهما نحط له سواء بوزيتيف او نيجاتيف او ايكوال زيرو هيدينه فولس، فبالتالي ده اولويز ايكوال فولس زي ما هو قايل. فممكن اختار ايه؟ بس انت اخترت ايه؟
من غير ما تكمل بقى الكونديشنز وعندك اول اوف ذا باف، يبقى انت كده معلش يعني مش عايز اقولها، لازم ادام عندك اول اوف ذا باف يبقى تجرب اكتر من كونديشن. تمام، نجرب مثلا كونديشن، خد كونديشن سهل، خد مثلا الكونديشن اللي تحته ده. هنا دلوقتي عندك اكس اقل من 10 اند اكس اند اكس اقل من 2، ما هو ده هو ده صح؟ 2 1. طب حط ده كده، النت تخش جوه تبقى اند، وهتخلي اقل من 7 تخليها اكبر من اللي هي دي، وهتخلي اقل من 7 تخليها اقل من اللي هي دي، فده وده وده زي بعض، يبقى ده زيهم، يبقى الاجابه اول اوف ذا باف. تمام، مش ايه، ما تختارش ايه وتجري، استعجلش، يبقى الاجابه اول اوف ذا باف. عندك اول اوف ذا باف تهدى وتستهدى بالله. تمام، تجرب بايدك. طيب ده الراجل ده مجرب بايده، ايده مرسومه اهي. طيب هنا رقم 44، هنا قال لك which of the following is evaluate، ايه من دول اللي هي بيمثل لي الفتره اللي هي مغلقه من 2 لحد 20. بس هنا الخمسه مش معانا، ايه بقى من الاكسبشنز دي بتمثل لي الكلام ده، من 2 ل 20 فتره مغلقه والخمسه مش معانا. يعني ايه من 2 ل 20؟ عندي رينج يبقى عندي اند، عندي فتره مغلقه يبقى عندي ايكوال، يبقى كده اكس اكبر من او يساوي 2 اند الاكس اقل من او يساوي 20، دي كده. طيب بالنسبه ل ماينس 5 دي اعملها ايه؟ اعملها نوت ايكوال اند الاكس نوت ايكوال 5. يبقى كده اكسبشن هتكتبه ازاي؟ هتكتب اكس اكبر من او يساوي 20، اسف، نكتب ازاي؟ اكس اكبر من او يساوي 2 اند الاكس اقل من او يساوي 20 اند، تاني تكتب اند، يعني في عندك 2 اند، اند الاكس نوت ايكوال كام؟ 5. هي بتتكتب كده، يبقى انت كده عندك 2 اند. طب نشوف رقم ايه؟ هنا قال لك اكس اكبر من او يساوي 20 اند الاكس اقل من او يساوي، هي مالها ضربه 120 ليه؟ اكس اكبر من او يساوي 2 اند اكس اقل من او يساوي 20، صح. رجع قال لك اند الاكس نوت ايكوال 5، يبقى ده صح، الاجابه دي صح. ما عندكش اول اوف ذا باف، يبقى هي دي، ما عندكش بوس اي اند بي، يبقى هي دي، خلاص هي دي. طب جرب، جرب، ممكن مثلا يكون عندك، ما هو مستحيل يجيب لك اكتر من اجابه صح، بس جرب. مثلا هنا عندك كورفه ما تنفعش، 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 لازم الاثنين يكونوا ايه؟ يكونوا اند. واضحه؟ واضحه؟ تمام يا هندسه. هندسه. طيب 45 هنا قال لك which of the following function declaration، يعني ايه الديكلاريشن بتاع الفانكشن؟ احنا عارفين الديكلاريشن بتاع الفاريبل اللي هو كده انت اكس. طب الديكلاريشن بتاع الفانكشن اللي هو البروتوتايب، زي ما احنا قلنا، فاكرين لما انا كنت قلت بروتوتايب ان انا الفانكشن كده بس كده، ده اسمه البروتوتايب او اسمه الديكلاريشن بتاع الفانكشن. يعني بحط الهيدر، بحط الهيد بس بتاع الفانكشن، والبادي كنت بكتبه تحت. تمام، ممكن بطريقتين زي ما احنا كنا شرحنا لما جينا نشرح الفانكشن. طيب فقال لك هنا بقى ايه؟ قال لك الديكيشن بتاع الفانكشن اوفر، ايه ده؟ لا طيب نكمل السؤال ده، ممكن يكون السؤال اللي بعده. Which of the function declaration can be overloaded، يعني الفانكشن اللي هي معمولها ديكلاريشن اللي هي دي، ده كده الديكلاريشن بتاع الفانكشن، ايه بقى من دول ينفع اللي هو يكون overloaded ليها؟ يعني ايه من الفانكشنز دي ينفع تكون هي overloaded للفانكشن دي اللي فوق اللي هي اسمها اف وبتاخد 2 انتجر؟ مين يجاوب؟ هي ايه صح؟ هي صح، ايه صح؟ والله ايه صح؟ مين بقى اللي جاوب عشان اعمل له الموف واخلص؟ قلت المايكات دلوقتي لسه نابح صوت فوق فيها. الاوفرلودد عباره عن ايه؟ سؤال، الاوفرلودد عباره عن ايه؟ الباراميتر غير بارامتر واسم الفانكشن. يبقى انا دلوقتي اسم الفانكشن يكون ثابت، البارامتر يكون ايه؟ متغير. ايه صح بقى ازاي؟ ما هو البارامتر اهو انتجر وانتجر، وهنا انتجر وانتجر، هنا انت لو عملت دي هيديك ايرور. اتنين فانكشن لهم نفس الاسم ونفس البارامتر يديك ايرور على طول، مش اسمهم اوفرلودد، لا ده ايرور، ده سنتاكس ايرور. هنا عندك انتجر وانتجر، يبقى لازم تغير، لازم واحده تبقى انتجر مثلا، واحده دبل، لازم واحده دبل واحده انتجر، لازم اتنين دبل، غير غير في اي حاجه، المهم ما يكون زي بعض. يبقى اي انتاج وانتاج ما ينفعش، يبقى ولا ايه تنفع ولا بي تنفع. يبقى الاجابه دي تنفع، سي تنفع، ايوه سي تنفع، دي تنفع، ايوه دي تنفع،
يبقى الإجابة E اللي هي both C and D. واضحة؟ مش عايز استعجال، أسئلة زي دي مهم، أسئلة زي دي أدام عارفها ما تضيعش فيها درجات. تمام؟ واضحة ولا أوضحها تاني؟ شباب واضحة. تمام؟ تمام. 46 قال لك which of the following is valid header function declaration. ايه من دول ينفع اللي هو يكون كديكلاريشن للفانكشن؟ يعني ديكلاريشن يعني انا بحط بروتوتايب، يعني زي دي كده. فين؟ زي دي كده. تمام؟ طيب ايه بقى من دول ينفع ان هو يكون هيدر؟ ينفع دي؟ ايوه، ما حطيت سيمي كولون اهو. طب هو انا ينفع ده بقى ليكم، ينفع احط اسم الداتا تايب، يعني احط داتا تايب من غير ما احط اسم فاريبل؟ سؤال، ينفع ولا هديني ايرور؟ ينفع؟ ايه؟ عادي، ما عادي صح، عادي عادي احط انت بس من غير ما احط اسم الفاريبل. عشان كده قلت لكم الفاريبل ملهوش عندي اي قيمه، اهم حاجه الداتا تايب. فدي عادي، دي عادي، دي عادي، ادام عندك كل اوف ذا باف 70% اللي جايبها بتبقى كل اوف ذا باف. فلو انت حبيت تهبط في الامتحان وعندك كل اوف ذا باف اختارها. تمام؟ لو حبيت تهبط، ها مش تختار، تهبط. طيب 47 قال لك which of the following is a valid call to following header function. which of the following call to the following type. انا دلوقتي عندي function اسمها fun بتاخد مني 3 بارامتر x y و z. فاكرين الفانكشن دي؟ كنت عملت لكم مثال زيها. طيب ايه بقى من دول انا من خلاله اقدر استدعي الفانكشن؟ يعني انا لو حبيت استدعي الفانكشن دي في المين، الحاجات دي الصح بقى يعني اكتبها بانهي طريقه من دول؟ في واحده من دول صح، اللي انا استدعي الفانكشن دي في المين. انا واحده بقى من دول صح، ادي الفانكشن وانا عايز استدعيها في المين. ها مين يجاوب؟ ايه ما تنفعش ليه؟ انت عندك فانكشن الريتيرن تايب بتاعها فويد، ما ينفعش انا اخزنها في اي مخزن، ما ينفعش الفويد ما بتخزنش في اي مخزن، فايه غلط؟ سي انا هنا حاطط سيم، حاطط كوما، هو برضو ما ينفعش، هي رقم زي ما هو مختارها دي. طيب دي تنفع، ايوه، وهنا البي ما تنفعش لان هنا حاطط برضو كوما. الدي صح تنفع. كنت انا قلت لكم يا شباب لو احنا هنا حاطين initialization في الفانكشن للفاريبل فممكن نحط هنا متغير واحد وبنحط متغيرين، نحط ثلاثه براحتنا. فانا كنت ممكن اصلا اقول دي صح يا مصطفى زي ما انت قلت، بس امتى كنت اقول دي صح؟ لو هنا ما كانش حط اكس ايكوال، لو كان دي شال دي كانت تبقى صح. فبالتالي لو دي ما كانتش اكس ايكوال الفان اوف 2 كانت الاجابه تبقى رقم اي اللي هي اي اند دي، انما هنا حطيت لي اكس ايكوال، فالاكس دي ما عدم الفانكشن الريتيرن تايب بتاعها فويد، ما ينفعش اخزنها في متغير، ما ينفعش، اديني ايرور، فهنا الاجابه تبقى رقم دي. واضحه يا شباب؟ لحد هنا الدنيا واضحه؟ طيب تمام يا هندسه. Which of the following isn't a valid call to the function overloaded؟ ايه من دول ما ينفعش اللي انا، ثواني كده نقرا السؤال تاني. Which of the following isn't a valid call ما ينفعش استدعي الفانكشن overloaded header function. طيب دلوقتي انا عندي الثري فانكشن دول overloaded لبعض. يعني مثلا لو لاحظتوا هنا هتلاقي دي بتاخد دبل وانت، دي بتاخد انت ودبل، دي بتاخد انت وانت وانت، لهم نفس الاسم مختلفين في البارامتر، فبالتالي هم اوفرلودد صح؟ صح. ايه بقى من دول مش يعني لو انا كتبت اسم الفانكشن وحطيت له بارامتر هيديني ايرور، يعني ملهوش فانكشن فوق، ايه من دول مش موجود فوق؟ فهمتوا السؤال ولا اوضحه اكتر؟ سؤال واضح؟ واضح يا هندسة. تمام، جاوبوا بقى، مين يجاوب؟ سي. سي؟ سي. ايوه سي. طب سي ليه؟ واحد يقول لي سي ليه؟ عشان ما حطيتش كوما اس دي. ايه؟ عشان ايه؟ مفيش كوما تالتة اللي هي 2 و3 و... طيب ليه انت قلت فورس؟ طب ما يعني ليه قلت هدين هنا ايرور؟ طب ما هو ممكن مثلا عندي اثنين انتجر ممكن استدعي الاولى والثانيه، صح؟
عشان التلاتة فيهم انتجر، وانت اللي انت مستدعيها تحت المفروض يبقوا التلاتة انتجر، تمام مفيش حاجة فيها دبل ولا حاجة. تمام هنا فعلا الاجابه هتبقى سي. لو انا حطيت اتنين انتجر على الشكل ده هيديني ايرور، لان انا ما عنديش فانكشن بتاخد مني اتنين انتجر. تمام الاجابه هتبقى سي. يعني مثلا الفانكشن دي الاولى هتستدعي لي انهي واحده من التلاته؟ ده تستدعي لي الثانيه تاخد انتجر ودبل، وده تستدعي لي الاولى بتاخد دبل وانتجر، وده تستدعي لي الثالثه اللي هي بتاخد ثلاثه انتجر، وده تستدعي برضو الثالثه بتاخد ثلاثه انتجر. انما دي ما فيش، مش هتستدعي حاجه، ما لهاش حاجه، ما فيش عندي فانكشن بتاخد اتنين انتجر، فبالتالي هنا هتديني ايرور، فدي اللي ما تنفعش. طيب 39 او 49 ثواني بس امسح الحته اللي انا عملتها دي. تمام 49 بيقول لي ايه؟ بيقول لي الدبل اريا انا عايز ايه؟ بيقول لي هنا الكود ده فيه ايرور تمام موجود في انهي لاين بقى؟ تمام بيقول لك 3 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8. يبقى انت عندك ايرور هتشوفه موجود في لاين كام وتروح تختار. هنا اعرف لك اريا وار، وجي عمل انت ار وبعد كده سي ان للار وبعد هنا بقى صح؟ الايرور فين؟ الحرف 8. ليه بقى؟ الحرف الحرف هنا الحرف سمول، هنا حرف كابيتال. تمام فالاجابه هنا تبقى لاين 8. تمام which of the following statement is used to express the following equation؟ ايه من دول بيعبر عن المعادله دي او انا اقدر استخدمه؟ طيب جت في الميد تيرم وعملناها مع بعض ككود اصلا، فهنا طبعا احنا هنقول يعني هنا هنستخدم المكتبه اللي هي بتاعت سي ماس صح، اللي عندنا سكوير روت وعندنا الباور، بس ممكن الباور نعوض عليه باستخدام اللي هي بي باور 2 اللي هي دي يعني. تمام الاجابه هتبقى رقم دي لسبب، لان انا عندي كل حاجه بتبقى داخل برانسز. يعني مثلا هنا الراجل حاطط لك ده داخل برانسز وده داخل برانسز وبعد كده جمعهم لك كلهم داخل برانسز. لو انت هتلاحظ هتلاقي كلهم واحد نفس كل حاجه، بس انا عايز اوضحه لك ان انت لما بتستخدم الفانكشن فكل فانكشن بتبقى ليها البرانسز بتاعها. فالفانكشن سكوير روت ليها برانسز، والفانكشن دي ليها برانسز يعني، او دي داخل برانسز اللي هي الباور، ودي لوحدها عملتها داخل برانسز برضه، ورجعت قسمت وحطيت دي داخل برانسز، عشان كده الاجابه تبقى رقم دي. فهتلاقيهم اصلا كلهم واحد، مفيش فيهم اختلاف غير البرانسز ماشي، يعني كلهم صح اصلا، بس يعني مش يديك ايرور، انما هيدوك حاجه اسمها لوجيكال ايرور. فعشان كده الصح بتاعها اللي هي رقم دي تمام عشان البرانسز دي. طيب which of the following is valid declaration؟ ايه من دول بيكون تعريفه صح كماكرو اللي هي اد؟ انا عايز اعمل متغير اسمه اد. رقم ايه؟ رقم ايه صح، رقم ايه صح. تمام ليه؟ لان هنا انا عرفت ديفاين اد وحطيت السيمبل اللي هو عايز يحطه اللي هو بلس، فرقم ايه صح. طيب بعد كده 52 نكبر شويه. هنا قال لي ذا اكسبريشن اللي هو 2 2 بلس 3 ديفايد 10 تايمز 5 ماينس 2 ده ايفالويت تو ايه؟ طبعا ده ما ينفعش نهبد، احنا لازم نجرب ايدينا. طيب احنا عندنا بروبرتيز او هي الاولويه في التنفيذ، ازاي بقى بتتنفذ؟ اول حاجه هينفذ لي دي اللي هي 10 تايمز 5 فتدينا كام؟ 50. تمام عندي كده 50. طيب وعندي هنا عندي 50 هطرح من 3 على 10 الاول 3 على 10 عندي 50 وعندي كم؟ المفروض 3 على 10 الاول 3 على 10 ماشي، عشان انت قلت يعني اللي هي الديفايد جت قبل التايم، ما انا قلت لك الترتيب. ايوه الاثنين واحد ماشي، عشان مش شمال اليمين ماشي. 3 على 10 فيها كام؟ 10 فيها كام؟ 3 على 10 فيها 10؟ 3 على 10 في 3 على 10 3 من 10 في 5 ماشي ماشي يا ابني يا ابني اهدى. 3 على 10 ما انت بتقسم انتجر على انتجر، فالناتج يبقى 0. 3 من 10 يعني 0 تمام بالراحه، بس 0 0 في 5 ب 0، فانت كده كانك بتقول 2 ماينس 2. 2 ماينس 2 بكام؟ ب 0 برضه، فالاجابه تبقى 0. ازاي بس هو ما حددش هو نوعها انتجر ولا ضابط مثلا؟ ما حددش ايه؟ ما هو رقم مكتوب
هو لازم يحدد رقم 3 اهو. معلش طب ما هي دبل بتاخد انتجر دوت زيرو. ايه لو كان عايزها دبل كان خلاها 3 دوت زيرو بالظبط اللي هو تمام. رقم مكتوب 3، ما رقم 3 ده انتجر مش دبل. تمام، فهنا الاجابه تبقى زيرو. 53 قال لي which of the following is selection statement. ايه من دول يعتبر جمله selection؟ احنا عندنا selection حاجتين، ايه هما؟ الاف والسويتش. موجود منهم ايه؟ موجود منهم السويتش، يبقى الاجابه رقم سي. طيب رقم 54 قال لي which of the following is loop. احنا عندنا جمل loop 3، while ودو while وفور. عندنا while يبقى صح. طب هنا حاطط while do، احنا ما عندناش while do، احنا عندنا do while مش while do، فالاجابه هنا تبقى رقم بي. تمام تمام. which of the following display the fraction part. هو انا عايزك تتبع لي اللي هو 3 من 10 اللي هو موجود في الرقم اللي هو 2 من 3 من 10. عايزك تتبع لي الرقم ده. الحاجه دي ليها يعني ليها كود جميل جدا. اللي انا بعمل ايه؟ بعرف رقم اللي هو دبل بخزن في الرقم بتاعي عادي، وبعرف رقم تاني انتجر، رقم الانتجر بخليه يساوي رقم الدبل، فبالتالي هو هيساوي رقم الدبل اللي هو كام؟ هياخد منه كام؟ هياخد منه الانتجر بتاعه بس عشان هو انتجر، هناخد منه 2. فانا مثلا عرفت اكس خزنت فيه 2 3 من 10، عرفت واي خليت الواي اللي هو من نوع انتجر بيساوي الاكس اللي هو من نوع دبل، فكده الواي اتخزن فيه كام؟ الواي اتخزن فيه كام؟ اللي هو 2 بس. تمام، انا بقى عايز الثلاثه، هطرح الاكس ماينس الواي، هطرح 2 3 من 10 ماينس 2 هيديني 3 من 10. هنا الراجل جه عمل لك اكس بتساوي 2 3 من 10 وطبع لك، لا مش دي، هنا برضو قال لك الاكس 2 3 من 10 جه طبع الاكس. انا عايز يطبع لي 3 من 10 مش 2 3 من 10، يبقى ولا اي صح ولا بي صح. رقم سي هو ماشي ما علينا، رقم اللي عليها الدور دي او سي. قال لك الاكس بتساوي 2 3 من 10، بعد كده قال لك الواي بتساوي اكس، صح لحد هنا صح. بعد كده جه قال لك ايه؟ قال لك اكس ماينس واي، يعني هطرح 2 3 من 10 هطرح منهم كام؟ 3. فصح، ايوه دي صح، الاجابه دي صح. طب نشوف اللي بعد كده. هنا نفس عمل كل حاجه بس طرح ايه؟ طرح الصغير ناقص الكبير. هنا هيديك سالب 3 من 10، انما هنا هو انا عايز 3 من 10 مش سالب 3 من 10. فبالتالي الاجابه رقم سي او دي ايا كان رمزها هي اللي صح. واضحه؟ واضحة؟ واضحة الناس. أيوة تمام. رقم 56 قال لي the following for loop display. الفول loop ده تتبع إيه؟ أولاً أنتوا عشان تعرف تتبع إيه، طبعاً إحنا حلينا منها كتير في الميد تيرم، عشان تعرف تتبع إيه هتشوفوا هي بتلف كام iteration؟ من 1 لـ 5، يعني كام iteration؟ 1 2 3 4 5، 5 لفات، يبقى هيتبع لك 5 أرقام. طيب هتبدأ من كام؟ هنا قال لك ال بلس بلس الاي. طب الاي بدأ من كام؟ من 1، وانا عملت بلس بلس يعني 2 صح، يعني هتبدأ من 2. فبالتالي اي واحد عندك مش هتختار. هنا مثلا الاي بدأ بواحد، لا الدي بدأ بواحد، لا السي بدأ بواحد، لا. فانت كده يا اما تختار بي يا اما تختار ايه. طب انا من شويه قلت لك هتلف كام لفه؟ 5 لفات، يعني هتطبع لك 5 ارقام، فبالتالي هتختار رقم ايه صح. شفت طريقه الحل عامله ازاي؟ دي طريقه التفكير، طريقه التفكير في الامتحان. ما تقعدش تجرب بايدك، انت معاك وقت، انت معاك 3 ساعات، لازم تحل امتحان في اسرع وقت وباجمل شكل ممكن. ده بيفرق عن واحد غيرك. انا هنا حبيت احل معاكم الامتحان وانتم موجودين معايا عشان تشوف انا بفكر ازاي في الحل. دي طريقه التفكير اللي انا بفكر بيها اصلا لما بحل امتحان زي دي، لما اكون قاعد في فايل. تمام؟ من غير ما اكود، من غير ما اعمل بايدي، لا خلاص الفاينل ليه احكامه. طيب واضحه دي؟ تمام. هنا قال لي the following statement display. هنا انا عندي int array، array size بتاعها فيها 5 مخازن. تمام، والمخزن الاول حطيته بزيرو. انا عايز بقى the size of الـ A، ان انا عايز الـ size بتاع الـ A. حد عارف كام؟ 20. صح، ليه؟ عشان عندي 5 مخازن، المخزن الواحد مساحته كام؟ 4، يبقى 4 × 5 بـ20. تمام. رقم 58 قال لي the which of the following given a syntax error. ايه من دول هيديك syntax error؟ طيب هو هنا عامل ايه؟ هو
تمام. انت ايه في الكومبلي هنا معرف 1 دايمنشن اري ومديها 5 ارقام صح؟ طب هنا معرف 1 دايمنشن مديها رقم، ماشي مش مشكله عادي. وهنا دي صح. طب دي صح؟ هنا معرف، لا غلط، دي غلط. عشان انا معرف 5 ما ينفعش نزيد عن 5، ما ينفعش نزيد عن 5 زي ما احنا قلنا لما شرحنا الاري، فدي غلط. وهنا دي صح عادي، ممكن ما حددش. ده معنى ايه؟ عامل الانشاليزيشن في نفس اللاين، فالاجابه هنا تبقى رقم دي. خدوا بريك، لا مش بريك، هبعت لكم اللينك ماشي. خدوا بريك بعد ما نخلص التشوز ال 70، هبعت لكم اللينك على الجروب. اتفقنا؟ هو احنا هنخلصه كله النهارده؟ يا ريت يعني لو عايزين نخلص كله النهارده تمام، يبقى افضل يعني. تمام؟ طيب هبعت لكم اللينك على الجروب. مع السلامه. يلا نبدأ نحل السؤال 59. هنا قال لي ذا فولوينج كود ديسبلاي، ها الفولوينج كود ده هيتبع ايه؟ طيب انا عندي كاركتر اري من الكاركترز في متخزن فيها ويلكم، وعايز السايز بتاع الاري كام؟ حد عارف؟ 8. 8 ليه؟ عشان هنا 7 فيعمل متغير فاضي عامل حسابه. مش متغير فاضي، انت عندك هو 0 او نل. ايوه الكاركترز بيبقى ليها كده مخزن اخر اللي هو سلاش ان، سلاش ان دي بتمثل نل تمام، او سلاش زيرو، سلاش زيرو اسف، اللي هي النل تمام. ديت بتبقى تبع الكاركترز، فهنا ديت بتاخد بايت، يعني ديت بتاخد مخزن لوحدها. فهنا وانت عندك 7 مخازن او 7 حروف وقال لك السايز كام، هتقول لي 8، يعني هتزود للحروف واحد، فهنا تبقى 8. طب افرض مثلا انا عندي لوحدها ما فيهاش اي حروف، هتبقى واحد، مش هتقول زيرو، هتبقى واحد، عشان عندك حرف اللي هو ايه؟ اللي هو نول تمام؟ طب ليه 8؟ لان ديت كاركتر يعني مساحتها 1 بايت، هتضرب 1 في عدد الحروف او في عدد المخازن اللي هو 8 مخازن. الويلكم هتتخزن كل حرف في مخزن ماشي؟ طيب دي هتتباع لي كام؟ السايز مش 8 برضو ولا كام؟ 10 عشان حجزنا 10 اصلا. ايوه انا هنا حاجز 10 مخازن، ماليش دعوه بقى انت تخزن في 5 وتسيب لي 5 براحتك، انت حجزت 10 يبقى ايه؟ يبقى استاذ 10 تمام؟ طيب قال لي which of the following two dimension array declaration given a syntax error؟ ايه من دول من two dimension array؟ يعني دول كده two dimension array، ايه منهم بقى هيديني syntax error؟ الاولى؟ لا الأولى صح، أنا عامل هنا صفين وثلاث أعمدة، وكل صف ثلاث عناصر، وهنا برضو نفس الكلام، كل صف ثلاث عناصر صح، ونفس الكلام كل صف ثلاث عناصر. هنا دي المشكلة. طب عارفين ايرور ليه؟ عايز واحد يقول لي دي ايرور ليه؟ هي إيه صح؟ إيه مش ايرور؟ إيه صح؟ بقى هي دي، يعني الإجابة تبقى رقم دي، بس أنا عايز واحد يقول لي الايرور فين بقى؟ أو ليه؟ عشان إحنا ما ينفعش نسيب الثانية دي الأولانية. لا واحد قال التانية والتانية أولانية، أنا شرحتها كانت بقى التانية أولانية تانية تقريبا التانية، ما ينفعش أسيب التانية فاضية، إنما الأولانية ممكن أسيبها فاضية عادي يا مصطفى، عشان أنا كنت الأولانية دي بتمثل لك الصفوف، فأنا عادي ما أحطش الصفوف ما دام عامل ديكلاريشن، إنما الأعمدة لازم أحط عددها، لازم أحط عددها، فأنا كنت لازم أحط تلاتة أعمدة اللي هو عمود التاني والصفين ده ممكن ما يحطهاش تمام، فهنا ايرور ودي صح ما فيهاش مشكله صح يعني. طيب السؤال ده جميل جدا، من انا بحبها قوي 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 يعني، اسئله البوينترز والكلام ده. بصوا يعني السؤال ده اكتر من اكتر اسئله ممكن تقله فيها في الامتحان، لان هي بتبقى محتاجه واحد كده ايه هادي وراسي وبيحب البرمجه قوي، وبالذات بيحب الاري يعني. طيب نجاوب، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن 2 دايمنشن اري، عشان تكونوا عارفين يعني تعرفوا ازاي 2 دايمنشن. عندك مثلا سهمين، ادي سهم الثاني يبقى دي 2 دايمنشن، حتى هو الراجل جه قال لك 2 دايمنشن اهو في السؤال. طيب نجاوب بقى على الاسئله من كام لكام؟ قال لك من 62 لحد 70، يعني هنختم اللي تشوز بالسؤال الجميل بتاعنا ده. طيب هنا قال لك ذا فاليو اوف اي اوف 0 0، بص يا شباب دي كده اسمها ايه؟ دي كده اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الاري دي اسمها ايه؟ اهي تمام؟ طيب دي كده اسمها ايه اوف الزيرو، الصفة دي اسمها ايه اوف الزيرو.
تمام؟ دي اسمها ايه في الواحد؟ ايه اوف الواحد؟ حلو؟ طيب دي كده اسمها ايه اوف الكم؟ ها؟ اتنين بالظبط، ايه اوف الاثنين. يبقى دي اسمها ايه بس، دي اسمها ايه اوف اوف الزيرو، ايه اوف الزيرو. دي اسمها ايه؟ ايه اوف الواحد، دي ايه اوف الاثنين. حلو؟ حلو. دي تو دايمنشن اري، ودي 1 دايمنشن اري، ودي 1 دايمنشن، ودي 1 دايمنشن. يعني 2 دايمنشن عشان تعمل منها سهمين اهو، دي 1 دايمنشن تعمل منها سهم واحد. دي اري عاديه، دي 1 دايمنشن اري مخزن فيها 3 عناصر، ودي اري ثانيه مخزن فيها عنصرين، ودي اري ثالثه مخزن فيها 4 عناصر. فالفكره انك تفهم الكود ماشي ازاي. هتجاوب على كل حاجه، بس الفكره انك تفهم الشكل ده اصلا عباره عن ايه. يبقى دي عباره عن 2 دايمنشن اري، دي اسمها ايه؟ دي اسمها A of zero، دي عبارة عن array عادية جدا اللي احنا عارفينها مخزن فيها 3 عناصر، ودي array تانية خالص مخزن فيها عنصرين، ودي array تالتة خالص مخزن فيها ايه؟ 4 عناصر. حلو. التلاتة مجمعهم داخل بوكلت واحد اسمه 2 dimension، اسمه ايه؟ ماشي كده يا شباب؟ تمام. أنا بقى عايز A of zero، فين بقى A of zero دي؟ صح؟ أدي A of zero أهي. طيب عايز منها A of zero؟ عايز من دي ايه؟ عايز بقى ايه في الزيرو زيرو، يعني عايز القيمه دي. دي اسمها ايه في الزيرو زيرو. طب دي ايه وفي الزيرو واحد. طب دي اسمها ايه؟ ايه وفي الزيرو اتنين. شفتوا؟ دي الاسامي. يبقى دي اسمها ايه؟ ايه وفي الزيرو واحد. طب دي ايه وفي الزيرو اسف جدا، دي اسمها ايه؟ ايه وفي الزيرو زيرو. طب دي ايه وفي الزيرو واحد. طب دي ايه وفي الزيرو اتنين. طب دي ايه وفي الواحد زيرو. طب الاربعة ايه وفي الواحد اتنين، قصدي واحد، ايه وفي الواحد واحد، دي الاربعة. تمام. طب السبعة، مين يقول لي السبعة عبارة عن ايه او اسمها ايه؟ ايه وفي الاتنين صفر. ايوة او زيرو. تمام. طب التسعة، ايه وفي الاتنين واحد. الستة، ايه وفي الاتنين اتنين. 8 ايه وفي الاثنين 3. فهمتوا الشكل ماشي ازاي؟ نبدا بقى نجاوب بكل بساطه على الاسئله كلها. طيب هنا عايز قيمه ايه وفي 00 كام؟ قيمتها 2 بس، ببساطه هي قيمتها 2. طيب عايز الطيب بتاعها، هي من نوع ايه؟ انتجر. بس انتجر. نوع انتجر. طيب عايز الطيب بتاع ايه وفي 0، ايه في الزيرو ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ بوينتر. عباره عن اري 1 دايمنشن، ما تقولش بوينتر، عباره عن اري 1 دايمنشن، صح؟ طيب هو الدكتور جاب لهم بوينتر عشان هم كان خدوا البوينتر. يا شباب البوينتر بيشاور على، يعني انا لما اعمل بوينتر، البوينتر بيشاور على اول مكان في الاري. حلو. اسم الاري، اسم الاري عباره عن بوينتر، يعني اي اسم اري عباره عن اصلا بوينتر. بونتر بيعمل ايه؟ بيشاور على اول عنصر في الاري. يبقى تاني، اي اسم اري عباره عن بونتر اصلا. لما احنا نيجي نشرح بونتر الكلام ده هيتقال تاني، اي اسم اري عباره عن بونتر بيشاور على اول عنصر، يعني هو ديفولت بيشاور على الاثنين. تمام. فانا لما اجي اقول لك الاي اوف الزيرو دي عباره عن ايه، هتقول لي عباره عن بونتر بس، اللي هو ده بونتر ليه استريك واحد، اللي هي تبقى جايب رقم بي. طب لو انا قلت لك الايه، هتقول لي عباره عن تو بونتر، عباره عن استريك استريك. يعني انا لو طلبت منك الطيب بتاع الايه، هتقول لي انت ايه ايه، انت استريك استريك. تمام. تمام. يبقى انا طلبت منك طيب ده عرفته، طيب ده عرفته، طيب ده عرفته، ده انتجر، ده انت استريك، ده انت استريك استريك. تمام. تمام. انا بس مش بحل سؤال، لا انا يعني ايه بديك الافكار اللي زيها عشان هو جات لك. طيب هنا عايز ايه؟ اهو جه قال لك ايه؟ جه قال لك في 65 انا عايز الطيب بتاع استريك ايه اوف الزيرو. طيب الطيب بتاعها ايه؟ هي اوف الزيرو ديت عباره عن ايه اصلا؟ مش الايه دي الاري تو دايمنشن؟ الايه الاري تو دايمنشن. انا عايز بقى الطيب بتاع الايه اوف الزيرو اللي هي دي، ما هي هياها والله، هي هياها صح، اللي هي برضو استريك، اللي هي دي. واضحه؟ واضحه؟
انا تهت يا بس. طيب تاني الحتة دي هما الاتنين واحد، يعني هو بس حب يلخبطك. هنا قال لك ايه في الزيرو التايب بتاعها ايه، هتقول له 1 دايمنشن. هنا قال لك بس، قال لك نفس الكلام، قال لك برضه ايه في الزيرو بس حتى قبلها استريك، مش مشكله. حته الاستريك دي يعني انا بحطها علشان اجيب القيمه اللي جوه الاري. يعني ايه؟ يعني هنا كده هو هيجيب لك او هيتبع لك ريفرنس، تمام؟ هيتبع لك ريفرنس اللي هو رقم الغريب، فاكرينه؟ لا انا كنت تبعته، تمام؟ هيتبع لك ريفرنس بتاع ايه؟ هيتبع لك ريفرنس بتاع اول مخزن متخزن اللي هو الاثنين. يعني هيتبع لك ريفرنس الاثنين اللي هو مثلا رقم غريب. انما هنا كده الحته دي هيتبع لك الاثنين نفسها، هيتبع لك الاثنين نفسها، تمام؟ هيتبع لك الرقم اللي هو اسمه 2. كنت انا شرحتها لما جيت شرحت الفانكشن، لو تفتكروا عملت اكس وعملت اند الاكس، تمام؟ فالاثنين واحد اصلا، يعني اثنين عباره عن اصلا اري 1 دايمنشن. طيب فحته استريك دي معناها اللي هي هو بتخليه يطبع لك القيمه اللي البوينتر بيشاور عليها، اللي انا حط لك استريك. انما لو انا هنا عملت لك الاي وفي الزيرو معناها اللي هو هيطبع لك بس الادرس، تمام؟ الادرس الاول في الاري اللي هو الادرس بتاع الاثنين ده. طيب هنا بعد كده قال لك التايب بتاع الايه؟ دي سهله، جاوب عليها. ممكن تكون صعبه شويه، معلش الاسئله دي ممكن ما تجيلكش لان انت ما خدتش البونتر، وانا عذرك وبحاول اطلع كل ما عندي في البونتر عشان بس ايه تكون توصل لك حتى ب 50%. انا عذرك وعارف انك ما خدتش الجزئيه دي معايا، عشان كده عذرك شويه. طيب هنا التايب بتاع الايه؟ الاري دي التايب بتاعها ايه؟ مش دي 2 دايمنشن؟ لسه قايلها من شويه، يبقى انا اختار انهي؟ لسه قايلها. ايوه تبقى سي، تمام؟ طيب والله يعني انا عايز اشرح لكم الكلام ده كسيشن عشان تعرفوا اصلا تتعاملوا معايا او تجاوبوا يعني وكده، بس انا هحاول. بصوا يا شباب، هي ديت هتطبع ايه؟ انا عندي ايه في الواحد، تمام؟ ايه في الواحد فين؟ ادي ايه في الواحد اهي، ايه في الواحد، يا اما هيطبع لك واحد يا اما هيطبع لك اربعه. انا عندي ايه في الواحد، يعني هيطبع لك واحد يا اما اربعه. لو تفتكروا كنت قلت لك اسم الاري نفسه ايه؟ بوينتر، صح؟ بيشاور على ايه؟ على اول ادرس، بيشاور على اول ادرس في الاري او اول عنصر في الاري اللي هو واحد. طيب انا لو كنت طبعت، لو كنت هصغرها شويه بس عشان تكون واضحه، انا لو كنت عملت ايه في الواحد بس، طبعت ايه في الواحد، تمام؟ واصلا انا 2 دايمنشن كان هيتبع لك استريك الواحد، هيتبع لك الاستريك ده. يعني ثواني بس امسح الحته دي عشان بس ايه معاكم. كان هيتبع لك هيتبع لك الادرس بتاع الواحد اللي هو اسمه في الرام، اسمه ايه في الرام اللي هو اسم الغريب، تمام؟ انما انا هنا حطيت استريك. لو انا بقى حطيت استريك زي دي كده وطبعت ايه في الواحد، كان هيتبع لك الواحد نفسه. يعني انا لو كنت شلت الواحد دي ما كانتش موجوده كده، كانت هي كده عباره عن دي استريك ايه في الواحد، كان هيطبع لي القيمه بتاعت الواحد، هيطبع لي دي. انما هنا عملت ايه في الواحد بلس 1، يعني هو هيتحول بدل ما هو بيشرع اول مخزن شرع على ثاني مخزن. انا بقى عايز اطبعه اللي هي كام؟ اللي هي اربعه. فانا معلش هي اللي جابت اربعه، حتى انت مش فاهمها انا والله هفهمها لك لما اجي اشرح البرومبت، ما تقلقش. فهي اللي جابت تبقى اربعه، تمام؟ وزي ما قلت لك انا عذرك وعارف ان انت ما خدتش الجزئيه دي معايا. اجاوب على الجزئيه ديت على طول برضو عشان برضو ما افضلش انا اتكلم كتير، وانتم برضو ممكن تكون ايه المعلومه مش عندكم. هجاوب عليها بسرعه. هنا برضو هيتباع لي 4 58 او 68. طيب عشان بس ما بدل ما تعصلوا معايا برضو فيه. طيب 69 هو نفس الشرح اللي فوق، يعني حتى لو انتوا عايزين تفهموا ليه نفس الحته اللي فوق تسمعوا في الفيديو، سمعت دي فهمتوها هتفهموا دي على طول تحلها لوحدكم. يعني دي نفس دي اصلا، هي فكره واحده، تمام؟ طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ يوز ذا ستيتمنت سبيس، احنا هنستخدم حاجه من دول عشان نعمل ديليت للاري دي اللي هي فيها 2 و3 و5. انا عايز اعمل الاري اللي فيها اللي انا مخزن فيها 2 و3 و5 اعملها ديليت. عندنا كي وورد اسمها ديليت، انا بستخدمها عشان اعمل ديليت للاري او ديليت لبوينتر. طيب الاري اللي عندك دي 2 دايمنشن، صح؟ فلازم تعبر عن الاي ده ب 1 دايمنشن. يعني دي ما تنفعش، انت كده عملت ديليت للاي ما تنفعش. انت لو انت عملت ديليت للاي هتمسح لك كل حاجه، تمام؟
انما انت عايز تمسح الاري 1 دايمنشن اللي موجوده داخل ال 2 دايمنشن، يعني عايز تمسح دي، عايز تمسح دي كده، عايز تمسح دي بس. فدي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ وفي الزيرو اللي موجوده فين؟ اللي موجوده داخل الاري دي. فبالتالي الاجابه تبقى رقم اي. انا عايز امسح الاري اوف اي اوف الزيرو موجوده داخل ال 1 دايمنشن او 2 دايمنشن، فالاجابه تبقى رقم اي. تمام. وبرده السؤال ده يعني هو بس بدا يحط لك شويه حاجات ادفانسد بس في الجزئيه دي، عشان بس يميز اللي فاهم برمجه من اللي مش فاهم. طيب هنا برده قال لك انا عايز امسح الاري دي الاخيره. طب الاري دي اسمها ايه؟ اسمها اي اوف الاثنين، صح؟ يبقى انا عايز امسح اي اوف الاثنين. انت ما عندكش غير اي اوف الاثنين اثنين، يعني يا اما عندك دي يا اما عندك دي. هنا دي بتمثلك 1 دايمنشن، انما انت هنا عندك 2 دايمنشن، فلازم تعبر عن 2 دايمنشن باثنين باثنين سكوير براكتس. تمام، اللي هم زي ما احنا كنا قلنا 2 دايمنشن بيمثل باثنين سكوير براكتس. تمام، فعشان كده هنختار برضو رقم اي. امتى الرقم دي كانت تبقى صح؟ لو هي 1 دايمنشن، انما هي 2 دايمنشن، 2 دايمنشن اري، فانا عايز امسح 2 دايمنشن، فعشان كده عملت ايه؟ اخترت رقم اي مش رقم دي. وهنا برضو اخترت رقم اي مش رقم دي. لحد هنا تمام؟ لحد هنا واضحة؟ طيب اللي قدر بس ياخد معلومتين ثلاثة من السؤال ده هو بس. الصعب في ايه؟ الصعب في حتة البونتر، يعني مثلا اللي هو السؤال أسئلة مثلا عندك من كام لكام؟ مفيش حاجة صعبة غير 65 66 67 68 أربع أسئلة دول، إنما الديليت سهلة والله. يعني دي بس ممكن تلاقي فيها صعوبة شوية عشان أنتوا ما خدتوش البونت، إنما الديليت سهلة. الديليت سهلة، افهمها كده معايا؟ أنا عايز أمسح إيه؟ عايز أمسح أري 1 دايمنشن موجودة داخل 2 دايمنشن. طب اسمها إيه الأري أنت عايز تمسحها؟ أنا متخزن فيها 2 و3 و5. أهي اللي هي متخزن فيها 2 و3 و5 اسمها إيه وفي الزيرو. انت لو لاحظت عندك اصلا ما عندكش غير 2 اي وفي الزيرو، يا اما حتى لو انت هتهبد يا اما تختار دي يا اما تختار اي، عشان انت عندك 2 اي وفي الزيرو. طب لو انت تلاحظ انت عندك 2 دايمنشن مش 1 دايمنشن. طب ال 2 دايمنشن كنا احنا بنمثلها بايه؟ بنمثلها باثنين سكوير براكتس اللي هي 2 من دول، فعشان كده اخترت دي، اخترت اي. وبرده نفس الكلام هنا، الارقام دي موجوده داخل ال 2 دايمنشن اري اللي هي قصدي الاي وفي الاثنين اللي هي دي، وانت اصلا ما عندكش اوف 2 غير في اختيارين بس الدي والاي. ودي عشان 2 دايمنشن فانا اخترت اللي فيها 2 سكوير براكتس، عشان كده اخترت اي مش دي. واضح؟ تمام. تاخد بريك نكمل الاكواد، حاجه لطيفه جدا والله، بس عايزين تاخدوا بريك، ما عنديش مشكله، عايزين نكمل برضه ما عنديش مشكله. نكمل هنكملهم بكره. اه بكره كويس، بكره احسن. اه دلوقتي بكره كنت على الجروب عمال تصيحوا نحل امتحان النهارده عشان بكره مش عارف نعمل ايه. تمام، ما عنديش اي مشكله، نكمل بكره. طب بالنسبه للاجابات عشان بس تعمل سيف للاجابات، ايه تعمل سيف بس للاجابات دي عشان لما تبعت. ما بالنسبه للاجزاء دي ما انا عايز يعني انزلها كده بقى، انا هضطر انزل الامتحان على جزئين، الجزء اللي حناه النهارده والجزء الثاني بتاع بكره. تمام، ولا استنى لبكره انزل الامتحان كامل، رايكم ايه؟ لا انزله النهارده، انزل النهارده الجزء، انزل النهارده عشان نذاكره، وبكره بقى نبقى نكمل الباقي وكده. تمام مفيش مشكله. ماشي يا شباب، شرفتونا والله، ومش عارف اقول لكم ايه، ربنا معاكم، بكره ان شاء الله نكمل على خير. مع السلامه. ايه تسلم.